بنرجع لنتابع اذا ضمن لنعرف اكثر. طبيب موجود دائما بالصفوف الاماميه بكورونا اصيب بالعدوى، ونحن نعرف على كل حال انه الجسم الطبي عم ينصاب كله بالعدوى لانه عم بيكون على احتكاك يومي مع كل المرضى، ولكن دكتور حسين شعيب هو بحاجه كان لتاخذ بالمستشفى بقي كم يوم الى ان هو وزوجته الدكتور جنان حامد اخذوا القرار وحبوا انهم يتركوا التخت لشخص اكثر حاجه. عن هالموضوع رح احكي مع دكتور جنان حامد. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. صباح النور، صباح النور لكم جميعا ولجميع المشاهدين، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك دكتور جنان. يعني اليوم دكتور حسين بالصفوف الأمامية وكان عم بحارب وأصيب بالعدوى وهو كان بالمستشفى، صحيح؟ نعم صحيح، كان بالمستشفى مع زملائه اللي عم بيناضلوا من أجل المرضى الكورونا، لأنه هيدي حرب، حرب شرسة، حرب وبائية، وتوفى كتير. أنا بقوله نستشهدوا لأنه صحيح. بكل حرب بيستشهدوا، وهودي الزملاء منهم استشهدوا، منهم بعضهم بالمستشفيات ومنهم عم بيعانوا، فبنتمنى لهم الشفاء، ومنهم زوجي، وزوجي بس يشفى بإذن الله كمان بده يرجع ليداوي المرضى الكورونا، لأنه هن جنود البيض، هن الجيوش، صحيح، هن الجيوش اللي بدهم يوقفوا بالصفوف الأمامية ليعالجوا الكورونا بوطننا اللي هو بحاجتهم. طيب دكتور جنان، اليوم كم يوم قعد دكتور حسين بالمستشفى إلى أن أخذ القرار أنه يترك؟ قعد تقريبا أسبوعين، 16 يوم تقريبا قعد بالمستشفى لأنه كانت حالته كتير صعبة. تقريبا أول يوم تاني يوم لما إجا أول مرة، يعني هن بالنهاية زملائه لما كان بيشغلوا كان عدة زملاء كل يوم زميل ينعدى بالكورونا، يعمل تيست يطلع الى انه انصاب هو، وبجرأة وبقرار حاسم انه هو بده يضله يطلع. كل زملائه بالمستشفى نبيه بر الحكومه بالنبطيه يطلعوا على المستشفى ليداووا مرضى ومرضى الكورونا، ومنهم زوجي، ولما عملوا طلع البوزيتيف نحن انعدينا اكيد منه، وطلع بوزيتيف قعدنا انحجرنا بالبيت شغلة طبيعية لحتى ما نعدي حدا أكيد. ونحترم الـ 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 كل الناس، كل أهل ضيعتنا، كل مرضانا حتى ما نشعر معهم نحن، لأنه هيدا وباء قاتل يعني كثير استهتر. دكتور جنان، ولكن من بعد 16 يوم، عفوا عم قاطعك، من بعد 16 يوم بالمستشفى كان بعد دكتور حسين بحاجه لاكسجين، وقلت انه برمته كثير للقيته اصلا اكسجين يلي صار عم ينباع على السوق السوداء، ولكن اصر انه يترك التخت لحدا مريض اكثر حاجه. ليش طلع بهيدا القرار؟ صحيح، طلع بهذا القرار. انا لما رحت على المستشفى وهو تعب، لانه اللي بيقعد بالمستشفى، شو المستشفى؟ المستشفى هي حبس ابيض مثل السجن الاسود، بس حبس ابيض هون في عم يتداوى المريض. المريض اللي هو بحاجه للعنايه، للحب، للعطاء، وهيدا عم بلاقيه. يعني انا بدي اشكر اصلا الكادر الطبي بمستشفى نبيه بر الحكومه، كما الممرضين والممرضات اللي هلدي لهم دور اساسي كمان، لان هن اللي عم يعالجون، اللي هن عم يوقفوا حدهم. هيدي شغله كثير مهمه، صحيح في تقصير باماكن ما، بس ما تنسى انه المعطيات كل المستشفيات ضعيفه ومتواضعه. صحيح، عقد ما عندهم، عقد ما عم بيعالجوا. لا، وما في شك انه تحيه كثير كبيره لكل الطاقم الطبي لانه عن جد عم يشتغل من قلبه جدا، ما قصر، ما قصر، اللي قادر يعمل عم يعمل. طيب طمنينا اليوم كيف صار؟ انه زوجي الحمد لله، هلا لما نحن اخذنا القرار طلعوا من المستشفى، لانه عم نشوف اعداد كبيره، اعداد كبيره من الناس اللي هن عم ياخذوا الكورونا، فنحن اخذنا قرار انه نطلعوا على البيت، ولنا بحثنا لقينا الاكسجين، لانه طالما هو قادر على الاكسجين ببيته حد عائلته، لانه حد عائلته الواحد ان كان، يعني نحن باحد المرات نحن حسينا ما نخسره مثل ما خسرنا كثير ناس، اهل وحبايب واصدقاء، ومو يعني حتى لو ما كنا بنعرفهم هودي مواطنين لبنانيين، اهلنا هدول لبنانيين. صحيح، فقلنا لا ما نحطه، لما لقينا للاسف بعد
دورنا كثير وعدنا لقينا الحمد لله امنا له الاكسجين، وهيدي نحن قدرنا امنا مثل ما كمان الادويه اللي انطلبت قدرنا امنا له، لانه حتى ادويه ما اختفت. صح، الادويه اختفت لحتى كمان لقيناهن وامناهن الحمد لله رب العالمين. نحن اطباء، كوني انا طبيبه وزوجي طبيبه واخواتي كمان اطباء وكثير انه الزملاء واحبابنا لحتى امنا له الابر اللي هي كانت بالضبط بالضبط. يعني انا اختي كمان عندي اختي مراقبه صحيه بالمستشفى النبيه بر الحكومه. نعم. كمان كان لها دور كبير، بشكرها الدكتوره هدى حامد وكمان اخي الدكتور علي حامد. فهيدا الموضوع كان كثير مساعد وكثير من الزملاء. هلا طمنينا كيف صار الدكتور، هلا طمنينا عن صحته. الحمد لله زوجي الحمد لله رب العالمين هلا بس ما في بلا اكسجين. بدي اعتذر كثير لانه زوجي ما قدر يطلع معكم. سلامة قلبه. الله يسلمك ولا يهمك ولا يهمك يا رب. المهم يقوم بالسلامه وان شاء الله هيك بتكون هيك عارض وبيمرق وبيرجع ايضا لمزاوله المهنه وبيرجع للمطرح يلي بحبه ويلي بحس انه هو منتمي له. وعلى كل حال لما كان بالمستشفى انت سبقت عيد الحب زرتي مع هادي برودكشن وقدمتي له بوكي ورد حمراء. نعم. فهلا رح تعيدهم الله راد سوا بالبيت من بعد ما يكون تحسن. نعم. كمان يا رب انا بتمنى الله يشفي كل المرضى وهالجائحه الكورونا تروح علينا وعلينا على كل البلدان وعلى بلدنا لبنان، لانه تعبنا نحن الشعب اللبناني تعب كثير وتعبنا كثير. وبتمنى الشفاء لزوجي ليرجع لمهنته ليساعد. نحن مثل ما ساعدنا نحن بدنا نساعد كمان. نحن اطباء، نحن هذا واجبنا الانساني، هذا تعلمناه، هذا اللي تعلمناه لحتى نكون مرتاحين ضميريا. يعني ما قصرتوا ابدا طبيب. وعن جد تحيه لكل أبداً. طبيب لابس الروب الابيض لانه عن جد بكل ضمير مهني كانوا عم يشتغلوا وكانوا عم بقدموا. على كل حال الله يطول بعمر الدكتور. في اطباء قدموا حياتهم واستشهدوا خلال محاربتهم لهيدا الفيروس. شكرا لك دكتور. صحيح. جينان. صحيح. حامد شكرا لوجودك معنا.